لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن. لو هلمست دوبك ما أنت الحنان يشفيني. أعزائنا المشاهدين، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اشفيني، مكملين معاكم في سلسلة موانع الشفاء. احنا عارفين كويس ان الهنا اسمه جيهوفا رافا، الرب الشافي، لكن عارفين ان مش كل اللي بيتصلى له بيتشفي. فاحنا في السلسله دي بنوضح اعاقات الشفاء. اتكلمنا عن عدم الايمان، اتكلمنا عن عدم الغفران، اتكلمنا عن الغضب، لكن النهارده هنتكلم عن الخطيه. ان اوقات وجود الخطيه في حياه الانسان بتسبب ان الشفاء ما يتمش. اهلا بيك يا مينا. اهلا يا ابو. عايزين نوضح الخطيه، يعني احنا عارفين ان مفيش انسان بلا خطيه، يعني حتى بعد ما بنيجي للمسيح ممكن بنغلط وممكن بنقع، لكن عايزين نوضح ان مش دي الخطيه النهارده اللي احنا بنتكلم عنها. هي مش الخطيه اللي احنا بنتكلم عنها، لان احنا عارفين ان احنا لو عملنا الصلاح كله احنا لسه عبيد بطلين. فعلا. وان مهما عملنا صلاح في حياتنا فاحنا في خطيه او بنخطي كل يوم، حتى لو في الفكر، حتى لو مش مستأثرين كل فكر الى اطاعة المسيح، ولكن ان ساعات انا بعمل خطية معينة بتسبب لي مرض. يعني الخطية اللي انا عايش فيها بتكون هي السبب في المرض بتاعي. فبيجي ساعات، يعني هنشرح مثلا ايه هي الخطايا دي، ولكن بيجي ساعات ناس يقولوا احنا صلينا كتير ان ربنا يشفيني وما شفانيش. ولكن النهاردة أنا عايز أقولك إن الإعاقات بتاعة الخطية، إن أنت ما تكونش النهاردة عايش في من الخطايا دي، خطية من الخطايا دي، عشان هي اللي موقفة الشفاء اللي نازل من عرش الله اللي ربنا عايز يدهولك. ولكن إحنا بنعمل خطايا معينة ساعات بتخلي الشفاء ما يجيش في حياتنا وبنكمل فيها. فيعني عايزين مننا ندي أمثلة. أيوة. عشان برضو يبقى مفهوم إحنا بنتكلم على إيه بالظبط. يعني مثل بسيط جدا، واحد مثلا بيدخن وبيدخن يعني لوقت طويل جدا، وسجاير على طول طول النهار، أو بيشرب حاجة معينة، ده مثلا بعد فترة يحصل له إيه؟ سرطان الرئة. سرطان في الرئة، أو إن يحصل له إنفزيما، إن الرئة بتاعته ما يخش لهاش هوا، ما يقدرش يتنفس، يبتدي ان هو خلاص حياته كده بتنتهي. فعلا. ولكن يجي يقول ايه، انا عايز ربنا يشفيني بس مش قادر ابطل تدخين، فانا هستمر في التدخين اللي انا فيه والحياه بتاعتي عادي، بس عايز ربنا يلمسني. ولما الشفاء ما بيجيش بيبقى مفهومه عن ربنا ان يا اما الشفاء وقف. أيوه. يا اما ربنا ما بيشفيش. هو بيلوم ربنا لانه بيقول ربنا قادر على كل شيء. فاذا ربنا قادر على كل شيء الطبيعي انه يمد ايده ويشفيني، مهما كانت بقى خطيتي دي اساءة لهيكل الله اللي هو جسدي ولا لا، مش مشكله. وفي نوع تاني من الناس حاسين ان من كتر الخطيه هم مش قادرين حتى النهارده يطلبوا شفاء، لان هم شاعرين ان هم ما يستحقوش الشفاء. أيوه. لكن احنا عايزين نوضح النهارده ان يعني يسوع يقدر يغفر كل خطيه ويشفي كل مرض، ويقول يذكر الكتاب كلما كثرت الخطيه ازدادت النعمة. ده مش معناها ان انا اعمل خطية زيادة علشان النعمة تزداد في حياتي، ولكن يعني الله النهاردة يقدر يغير الطبيعة بتاعتي دي. أيوة. ويقدر ان هو يديني قدرة، بس انا النهاردة اكون عايز ابطل الخطية، ما اقدرش ابقى انا حابب فيك. يعني من كتر ما احنا بنقعد، يعني التدخين، من كتر ما ممكن واحد يدخن
20 30 سنه بيبقى هو حبيبها، هو مش عايز قوي يبطل، هو مربوط، ده ادمان. فالنهارده يكون في تحرير من الادمان. أمين. يعني النهارده احنا الحلقه اكتر عن ابراء. أمين. لان لما بنقول خطيه ان هو الانسان بيجي له ابراء من الخطيه فالشفاء بيجي. أمين. ولكن من اعاقات ان الشفاء يجي من ايد الرب ان ايه؟ ان انا استمر في الخطيه اللي انا فيها، اللي انا عايش اللايف ستايل بتاعي فعلا. طريقه حياتي دي، واقول برضو انا عايز شفاء من ربنا، بس هو ما ينفعش امسك العصايه من النص. لا يعني ما ينفعش اقول ايه، انا هستمر في علاقه مثليه مثلا او شذوذ جنسي او حاجه زي كده وعندي خطايا مثلا بتيجي من العلاقات دي، واقول لا انا مش قادر ان انا اوقف العلاقه دي، بس انا عايز ربنا يحررني. او كمان اجي اقول انا مش هبطل العلاقه دي لاني انا مثلا جالي مرض الايدز وانا لغايه النهارده يعني انا مش حاسس ان الايدز دوت ممكن يجي له ابراء تماما. لكن احنا برضو هنذكر بعد شويه في يوحنا 9 ان المولود اعمى كان برضو فاكر كده وقال كده لليهود، قال لهم انا عمري ما سمعت عن واحد مولود اعمى وحد خلق له عيون. أيوة. فحتى يعني المولود اعمى ما كانش مصدق دي. لكن النهارده حتى لو انت لسلوك غلط جالك ايدز، ما اقدرش اقول النهارده ربنا ما يقدرش يبرئ المرض ده. ما فيش النهارده مرض، احنا بنعلن كده في اسم يسوع حسب الكلمه وحسب وعود الكتاب المقدس لينا، ان زي ما الملك داوود قال بارك يا نفس الرب الذي يشفي كل امراضك ويغفر جميع ذنوبك. فما فيش زي ما احنا قلنا خطيه روح الله النهارده ما يقدرش يديلك سلطان عليها، ولا في مرض روح الله ما يقدرش بقوته يبرئه او يشفيه. وهي قوه الله. يعني احنا لازم نوضح كده، يعني في خطوات احنا لازم نعملها. طبعا ان انا لازم اعترف بخطيئتي دي. يب. ان انا لازم اتوب فعلا عن خطيئتي دي، والتوبه مفهومها ان انا برجع عن الطريق بتاعي. الطريق بتاعي او بغير تجديد الذهن، الميتانويه دي اللي هي التغيير التجديد في الفكر، وده ما بيحصلش غير بواسطه الروح القدس. طبعاً. لانه لو افتعال مني ان انا هقرص على نفسي مره، طيب وبعدين؟ لا، انا لازم اجي اعترف بده امام الله واقول له يا رب انا مش قادر. وتقول له النهارده ان احنا هنتكلم يعني ايه ان الخطيه اللي انا مستمر فيها بتعيق عمل الله في حياتي وبتوقف عني الشفاء. فعلا. فالخطيه اللي انا مستمر فيها دي، يعني في زي ما انت قلتي في يوحنا 9 قال لهم ولا ده اخطا ولا ابواه، ولكن عشان مجد الله. ففي ناس عندهم امراض، طبعا هم مش مالهمش دعوه، يعني هم اتولدوا مالهمش ذنب ولكن كتير جدا احنا بنبقى يعني مش عايز اقول مبسوطين او عايشين في خطايا متنوعه وبتسبب لنا امراض. بس اجي اقول لا، ربنا كليه القدره، فبدام ربنا كليه القدره يقدر يشفيني. اي ما هو ممكن يشفيك، بس انت لو النهارده ربنا عايز يشفيك، هو عايز يشفيك من الخطيه الفعليه اللي هو المرض الروحي. وفعلا امينه. ولما انا اكون عايشه في نفس الخطيه، يعني سلوكي في الخطيه طويل جدا وانا جالي مرض بسبب الخطيه، ممكن قوي يكون انا يعني تواجدي مع الناس اللي حواليا مش مشجعني حتى ان انا اسال. زي بعد شويه هنشوف مريض بيت حاسده، هو كان قاعد في مكان كل اللي قاعدين حواليه مرضى. ايوه. وهو كان بقاله 38 سنه، فهو واخد عليهم كلهم وعارف كل واحد قصته عامله ازاي. فبالنسبه له جاي يقول يعني يا جماعه في ايه، ما الكل مريض، ما الدنيا كلها. هو رايح زي واحد رايح النادي كده. فعلا. خلاص كل يوم اخذ على كده. ادي الحياه، يعني هو ما فيش حد بيخطي. يعني هو في انسان فعلا عايش بار امام الله. عايز اقول لك ان بار امام الله مش باعمالك، لان البر بتاعنا بالايمان بيسوع المسيح، وهو ده البر اللي فعلا يقف امامنا وامام الله الاب. فيسوع المسيح يقول ان ده مبرر لانه هو بيؤمن بيه. هل تصدق النهاردة ان الخطية اللي انت فيها يسوع المسيح هو الوحيد اللي في ايديه الحل؟ لو انت في تدخين بقالك سنين ومربوط ولازم موضوع التدخين ده ومش قادر تتحرر منه، لو انت في علاقة مش حسب قلب ربنا وربنا يقدر النهاردة يحررك منها عشان تنال الشفاء منه. احنا نطلع دلوقتي فاصل، هناخد اختبار جميل جدا، هنشوف
ايد الله ازاي تقدر تخلق شيء جديد. ان واحدة كان نظرها ضعيف وعين التانية عمية، ولكن الله يستطيع من خلال ناس ممتلئين من قوة الروح القدس بمواهب شفاء يقدر يلمسهم فيتمجد يسوع في كنيسة. وبعد كده عايزين نكمل النهاردة، نتكلم من يوحنا 9. أشجعك إنك تجيب الإنجيل وتفتح معانا، وإن إحنا عبر بث مباشر من شاشات الكرمة من سيدني أستراليا، إن إحنا نتواصل مع بعض ونصلي من أجلك ومن أجلك النهاردة، إن يكون في إبراء ويكون في شفاء أيضا. ابقوا معنا. Bring me that girl right now. Bring me that girl. Bring me that girl. God's healing her right now. Bring her here. Bring her here. She has no vision in her right eye and very little in her left eye. She was born that way. And I am her aide. I work with her every day at school. And the Lord impressed upon me when I heard about this that I had to bring her, so that he would open the blind eyes. And she is so desperately wants to see and be like everybody else. And Lord, I just know that he told me to bring her and he's going to touch her. There's a thing you can't do. You what you've just seen out of your eyes right now. What did you just see then in front of you? Well, at first I saw the camera guy. Hey! And right now I see the pastor and my aide standing right next to him, and I see a man out of my right eye holding a microphone. Come on, somebody! Tonight, what's beginning to happen in your eyes tonight? That instead of seeing out of just one eye, I can see out of both of them now. متابعين معاكم أعزائي المشاهدين عبر بث مباشر من سيدني أستراليا، برنامجكم إشفيني. إحنا شفنا إيد ربنا إزاي بتلمس أولاده ويريد أن يخلق شيء جديد النهاردة في حياتك. يمكن ما تكونش عينك الجسدية عمية، ولكن النهاردة ممكن عينك الروحية، ممكن تكون قفلت على موضوع الشفاء ده بقالك سنين، ممكن تكون حطيت عوائق للروح القدس أن يتعامل معك، ممكن النهاردة يكون ربنا عايز يبرأك من حاجات معينة، ولكن أنت
بتحط ربنا عوائق النهاردة وبتقول له أنا هستمر في حياتي زي ما هي، ولكن أنت لو عايز تشفيني تشفيني. عايز أقول لك أن النهاردة الروح القدس يكلمك شخصيا، أن هو ينخص قلبك النهاردة من جديد، يحرك المياه الراكدة فيكون في حياة. فالنهاردة إيفون عايزين فعلا زي ما شفنا أن إلهنا يخلق عيون روحية لناس كتير وعيون جسدية أيضا، والنفس بتاعتهم تبرأ فما يكونش فيها خطية كامنة، زي ما اتكلمنا ان الكراهية، اللعنة، المرار، عدم الغفران، كل دي عوائق بتقف في طريقي انا اني اخد الشفاء النازل من عرش الله. فعلا، ويعني الاختبار ده جميل جدا، لاني يعني اللي جابتها هي كانت بتاخد بالها منها، المربيه بتاعتها والمرافقه بتاعتها فعلا. فهي بتقول انا ربنا حط على قلبي ان انا اجيبك هنا، وانا واثقه ان ربنا هيلمسك. فكرتني في ملوك الثاني الاصحاح الخامس، لما نعمان السرياني كان عنده جاريه في البيت، قالت لزوجة نعمان كده، قالت له لو هو يقدر يروح لأليشع، أليشع يقدر ان هو يصلي له. وفعلا احنا عارفين قصة نعمان السورياني، فيمكن البنت دي، يمكن يعني اطفال كتير مش قادرين يصلوا او مش عارفين يصلوا او ما يعرفوش عن يسوع بيعمل ايه، لكن احنا عارفين الكبار يسوع بيعمل ايه. فاحنا النهاردة عايزين نتشجع، لان احنا عندنا ايمان ان في اسم يسوع النهاردة في اطفال كتير جدا نظرها هيرجع لها. عندنا ايمان ان في طرش كتير جدا، احنا النهارده في وسط الحلقه روح الله هو اللي هيلمس ودانهم وهيبتدوا يسمعوا في وسط الحلقه ان هم بيسمعوا لاول مره. أمين. كمان عايزين نشكر ربنا مينا على شانتيل. شانتيل كان عندها 14 سنه، كان عندها كانسر وحصل لها نزيف من التريتمنت بتاع الكيموثيرابي، فقدت 30 لتر دم ودخلت اوضه العمليات وقالوا ان ساعات وهتموت. الكل صلى بإيمان بصراخ قدام الرب، دخلوا أوضة العمليات فتحوا لقيوا مفيش أي حاجة، البنت زي الفل، وباباها يعني لسه هيخرجوا من المستشفى ووعد إن هيجي وهيدي اختبار وهيجي الاجتماع يوم السبت. فإحنا عايزين ندي إلهنا كل المجد. أمين. لأنه إله حي يتحرك وسط شعبه ويمجد اسمه فعلا. وهو عايزين نتحرك كناس كبار فعلا، ولكن ببساطة إيمان الأطفال. أمين. أن النهاردة يمكن أنا إيماني النهاردة عدو الخير بيتحدى، بيقول أن أنت ما عندكش إيمان زي الطفلة دي، أن أنت تقف قدام الناس دي كلها وتقول له يا رب لو أنت دي إرادتك أنا أوكي، أنا عايزك تلمسني. ولكن ربنا يريد النهاردة أن يتلامس معك. هل النهاردة أنت عايز إبراء؟ هل النهاردة أن الخطية اللي ممكن بقت الحياة الطبيعية بقت جزء من حياتك، هل النهاردة انت عايز تحرير ابراء منها؟ انا عايز اقولك ان الحل فيه هو النهاردة ناخد خطوات عملية فعلا، ان احنا قبل ما نفتح الخطوط وناخد التليفونات النهاردة عايزين ناخد ايه اللي حصل في يوحنا 9، وازاي يسوع المسيح وضح لنا ان مش كل مرض هو سببه الخطية. فعلا، فاحنا عايزين نوضح ده الأول قبل ما نخش في الخطية كإعاقة للشفاء. فيقول كده في يوحنا 9، وفيما هو مجتاز رأى إنسان أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. فاحنا بنشوف في القطعة او المقطع الصغير ديوت اني وفيما هو مجتاز، يعني ما كانش يعني في اوقات احنا بنشوف رب المجد قاعد بيعلم وبيشفي، لكن في الحالة ديت هو كان لسه راجع من السامرة، وبيقول ان هو كان مجتاز، فهو مجتاز شاف انسان اعمى. أيوة. فعلى طول احنا واحنا لغاية النهاردة بنشوف كده، لما حد فينا يجيله مرض بنقول يبقى اكيد عليه نذر ما وفهوش، او اكيد عليه او حد اكيد فعلته اخطا او اي حاجه علشان كده ده اتسمح ان هو يحصل فيه كده. لكن المسيح وضحها، لا ده اخطا ولا والدي اخطا. طب ليه يا ربي ده حصل؟ لكي يظهر مجد الله فعلا فيه. فزي مينا ما احنا فعلا شاعرين جوانا ان كتير ناس ملهمش ذنب في المرض، جالهم امراض. النهارده احنا بنعلن في اسم يسوع ان المرض ده لمجد اسم الرب. أمين. لا انت اخطات
ولا أبواك أخطأوا ولا جدودك أخطأوا، لكن لمجد الرب بيحصل دوت. فما يكونش إن أنا فكري إن خلاص بدم أنا عندي المرض ده وأنا عايش بيه ومش قادر أتحرر من عادات معينة أو خطايا معينة فإن أنا مفيش حل تاني. فعلا. ولكن النهاردة المرض اللي هو أنت ملكش أي دخل فيه، انت اتولدت ممكن مقعد، انت النهاردة اتولدت عندك كونديشن معين، عندك مرض معين، النهاردة ربنا بيقولك ان ده لمجدي انا لأتمجد فيك. ولكن اللي احنا بنتكلم عليه الحلقة دي ان انا ممكن اكون مختار ان اعيش بطريقة معينة وفي خطية معينة بتسبب لي اعاقة في الشفاء بتاعي. وزي ما ذكرنا في اول الحلقة على طول، يعني في ناس كتير مش قادرين يتحرروا من التدخين، مش قادر اتحرر، مش قادر اتحرر من عادات معينة او علاقات معينة لا ترضي الله، فبيجي لي امراض منها ومش قادر اتحرر. ولكن النهاردة يسوع يريد ويقدر ان يشفيك ويلمسك، ولكن زي ما قلنا ان احنا هناخد خطوات عملية، ان احنا هنعترف بده امام الله وان احنا هنتوب عنه فعلا، وان احنا هنقول له يا رب تغفر لي الان، واثق ان انت لو اعترفت بفمي فعلا انت تغفر. وبعد كده هنترك الماضي ان احنا نعيش بقوة الروح القدس العامل فينا، فما يكونش قوتنا احنا ولكن قوة الله العاملة فينا. فعلا مينا. وعايزين نوضح قبل ما نخش في يوحنا 5 ان حتى لو انا سلوكي غلط، وحتى لو انا في خطيه، وحتى لو انا جالي مرض ايدز او اي حاجه من الامراض دي، مش ربنا اللي بيجيب المرض. يعني المرض ده ما بيجيش علشان ربنا عايز ان هو يأدبني ابدا، ولكن اللي بيحصل بالظبط ان انا بدي ابليس مكان. فانا لما بكمل في الخطيه اللي انا بعملها انا ببعد عن طريقه ربنا او الله، وانا بعد كده بدي، والكتاب قال لا بطلع بره خطته، وبستخدم الاستخدام الطبيعي للشيء باستخدام غير طبيعي. فأنا لما بعمل كده بدي وبفتح باب لإبليس إن هو يفرقني عن الله ويخش ويدمر علاقتي، فده بيفتح طبعا مرض. احنا عارفين ان في بداية الخليقة من قبل ما الخطية تخش إلى العالم ما كانش فيه مرض، المرض دخل بعد ما الخطية دخلت إلى العالم. فيعني المرض بيجي لي إمتى؟ لما الخطية أنا ببتدي أمارسها وبحبها ومبسوط بيها وحاسس أن أنا صغير في السن. يعني أنا هبطل ليه دلوقتي؟ أنا شاب دلوقتي، أنا صغير، أنا أعيش كم سنة أتمتع بيهم، مع أني ده مش تمتع طبعا، لكن هاجي بعد كده لما أكبر وأبقى كبير في السن أنا هتوب. لكن حتى في ده المرض ما بيجيليش عقابا من الله، ده علشان انا اخترت اني ابعد. فاول ما انا ببعد مين اللي بيقرب؟ ابليس بيقرب. وهو بولس الرسول قال لهم في روميا 1 كده، قال لهم ان هم لذلك اسلمهم الله، اللي هم عاشوا بره خطة الله وبره الطبيعة. فعلا. اسلمهم الله ايضا الى شهوات قلوبهم ويقول الى النجاسة لإهانة اجسادهم بين ذواتهم. فإن هو واضح جدا إن الله لي خطة جميلة جدا لحياتي، ولكن أنا بقول له شكرا، أنا مش عايز الخطة دي النهاردة، أنا همشي حسب استحساني أنا وهبعد عن الطريقة بتاعتك وهمشي حسب اللي أنا شايفه وحسب اللي حواليا والناس كلها بتعمل كده. ولكن بيجي ناتج عن الخطية اللي أنا عايش فيها دي ممكن بيجي مرض طبعا. وإحنا عايزين نفرق الاتنين، إن في ناس عندها أمراض ممكن تكون ملهاش اي ذنب فيها فعلا، ولكن اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ان في خطايا معينة بتسبب لي انا امراض، وبيكون الخطايا اللي انا عايش فيها دي اعاقة لاستقبال الشفاء من الله. فبيكون ان شفائي طول ما انا مستمر في هذه الخطية والمعيشة فيها متسبب لي مرض، ولكن الله يريد ابراء النهاردة فعلا. وزي ما قلنا ما فيش خطيه ربنا ما يقدرش النهارده يدينا قوه على ان احنا نبطل نعملها، لان هي لا بالقوه ولا بالقدره لكن بروح يقول الرب. ويقول كده في عدد 28 في روميا 1 برضو، وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم. يعني في ناس
لدرجه ان هو متربط من الخطيه خلاص. هو عارف ان ربنا طريقه كده، بس هو عمدا ومن جوه الشهوه غلباه ان هو خلاص عايز يمشي كده ويبعد طريق ربنا. يقول اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، ويكون سبب اللي ما لا يليق وبره اراده الله وحسب تعليم العالم وحسب اللي سائر واللي سائد في العالم، ان انا ببقى مش في مملكه الله ولكن في مملكه ابليس، وابليس مجرب بكل شرور وياتي علي بامراض. وللاسف الناس بتعيش كتير في خطايا زي كده، وبعدين يقول ما هو ربنا لو عايز يشفيني ويبرئني هيشفيني، هيشفيك ويبرئك. طب وبعدين هتعيش في نفس المرض الروحي بتاعك في الخطيه بتاعتك؟ طب ما هيجي لك امراض تاني فعلا. ولكن النهارده يسوع المسيح من خلال الروح القدس اللي النهارده احنا قاعدين مع بعض، الروح القدس في كل مكان، هو الذي ياتي عليك بابراء في اسم يسوع. كمان يا مينا ممكن قوي النهارده حد يقول انا ما استاهلش، يعني انتوا ما تعرفوش الخطيه اللي انا بعملها. أيوه. انت ما تعرفوش انا قد ايه بعيد، لكن انا بس عايزه اذكرك بحاجه، ما فيش اي حد فينا مهما عمل يستحق لا الخلاص ولا الشفاء. الشفاء بيجي نتيجة عن الكفارة، إن المسيح دفع ثمن كل ده على عود الصليب. فأنا ما استحقش عمل النعمة. هل أي حد فينا يستحق إن المسيح يجي ويموت من أجله ويديله حياته؟ ما فيش حد فينا يستحق. ونفس الحكاية في الشفاء، ما فيش حد يستحق. بجلداته شفيتم، يعني أيوه. كل جلدة خدها المسيح شق ظهره، هي دي دفع ثمنها. هل أنا النهاردة أستاهل؟ ما فيش حد يستاهل. إذ وأنتم بعض خطاة مات المسيح لأجلكم. فالنهاردة احنا مش عايزين نعيش دور أنا ما استحقش، أنت ما تعرفش أنا قد إيه بعيد، لأن مهما أنت كنت بعيد هو اللي يستطيع ومات من أجل ده النهاردة. أمين. وهو يجول لغاية النهاردة. أمين. ويصنع خير. أمين. وقال للتلاميذ وفيما أنتم ذاهبون. هللويا. أنتوا وأنتوا ذاهبين، يعني نحن النهاردة أولاد الملكوت وأولاد الموعد، وابن الموعد لي الموعد ولي العهود ولي اللي اتدفع من أجله على عود الصليب، ولي زي ما قلتي أن بجلداته شفينا، وأن شفينا فعل ماضي، يعني يسوع المسيح دفع ثمن الخطية والمرض، لأن المرض زي ما قلنا جاي بدخول الخطية إلى العالم. وزي ما انت قلت يا مينا، قال التلاميذ وفيما أنتم ذاهبون، وبنشوف كده في يوحنا 9 وفيما هو مكتاز. أيوة. يعني هو مش رايح علشان يقابل حد معين، زي بالظبط ما استنى السامرية ساعات، زي ما راح للأعمى المولود أعمى، وهيجي في يوحنا 5 برضه هيقابل واحد ليه خطية كتيرة، وبسبب الخطية نتج عنها مرض. فهو وفيما هو ذهب يقول لهم ما دام نهار أنا ينبغي أني أنا أعمل أعمال الذي أرسلني. فهو يريد أن يبرئك، هو يريد أن يشفيك. قال لهم ما دمت في العالم أنا نور العالم. أيوة. فالمولود أعمى ومريض بيت حزدة والسامرية وي كل واحد فيهم بقصة وبحالة، لكن هو علشان يريد أن يبرئ يخش إلى العالم بتاعهم ويقول مش مشكلة أنت ماضيك إيه. النهاردة أنا عايز نعمتي تغطيك. أيوة. ومش مشكلة النهاردة، ممكن أو يكون الطريقة اللي أنا عشت بيها هي اللي مسببالي المرض اللي أنا فيه، ولكن النهاردة في حل. آمن كده إيمان الأطفال الصادق اللي هو حسب مواعيد الكتاب المقدس، إن النهاردة هو اللي دفع، هو اللي قال قد أكمل، هو اللي قال أنا اشتريتك بدم، أنا اللي اشتريتك، فأنت عليك إنك تاخد استحقاقات الدم اللي انهدر على الصليب من أجلي. فإن احنا معانا مكالمة وهنكمل. ألو؟ ألو؟ ايوه اتفضلي اختي، انت على الهوا. ايوه حضرتك، انا طالبه صلاه لبيتي. ايوه. وجوزي المعده والامعاء تعبانه، ما عندهوش الهضم كويس. اسم جوز حضرتك لو سمحتي؟ يعني ابن الرب.
ابن الرب. ومشاكل في البيت، بس ان ربنا يتدخل كده بقى في سلام وطمأنينة في البيت وحماية برضك علينا عشان اللي بيحصل في مصر. امين امين. هنتحد معك في الصلاة ان الرب يتمجد في حياتك. أمين. اشكرك من اجل اتصالك. امين. اعزائي المشاهدين نشجعكم. ايوه الكوابيس بتجيلي كوابيس جامدة. امين. شكرا من اجل اتصالك. عايز اشجعكم ان احنا لما بنتحد في صلاة مع بعض الرب فعلا بيكون لما نجتمع اثنين او ثلاثة واحنا اكتر من اثنين او ثلاثة ان الرب فعلا بيكون هو في الوسط وحاضر من خلال روح القدوس وهو يريد ان يمجد يسوع، لان يسوع صنع وعمل كل ما رأى الاب فاعله، وهو جه وتمم إرادة ومشيئة الآب، وهو يريد النهاردة أن يكون لنا إبراء في اسم يسوع بعمل يسوع من أجل اللي هو عمله من أجلنا. طب إيه اللي حصل في يوحنا 5؟ هنشوف يا مينا، يعني هيتكلم الكتاب عن شخص من أجل خطيته أو اللي نتج عن خطيته إن هو مرض ومرض لسنين طويلة، فنقراها ونشوف بيقول إيه. يقول كده: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاك كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم إن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. فالحاجة الجميلة جدا هنا إني يمكن من أول عدد 1 لعدد 5 الكتاب المقدس بيدينا صورة عن المجتمع اللي كان الشخص ده سامح إن هو يحيط بيه. أيوه. فهو قاعد في مكان كله عمي وعرج وعسم وتعبانين جدا وكلهم متوقعين تحريك الماء. أيوة. والملاك اللي هم بيتكلموا عنه ده يمكن مش حادث بيحصل كتير، يعني مش كل يوم الملاك ده بينزل وبيحرك الماء، واللي يدل على كده ان حوالين تحريك البركة ناس كتيرة جدا، ميات كتيرة جدا. فالمكان ده كان مشهور لحاجتين: مشهور ان هو مكان في شفاءات بتحصل أوقات لما الملاك يجي ويحرك الماء. أيوة. وكمان مشهور إنه مكان إن كل المرضى بيروحوا وبيقعدوا هناك وبيقعدوا اليوم كله واخدين على بعض وبيتكلموا على بعض، وبيصبح إن ده الطبيعي مع إن الهيكل جنبهم خالص. مكان فعلا وجود الله في ذلك الوقت، إن ممكن أنا أكون أتواجد في مكان يكون فعلا لي الحل بتاعي ويكون فيه هو الإبراء بتاعي. عشان كده هنشوف بعد كده ان هو يدخل الهيكل، ولكن هو قاعد 38 سنة يمكن يكون مدي ظهره للهيكل، يمكن يكون قاعد 38 سنة باصص للمية وباصص ان لما تتحرك المية هنزل، وواضح ان هو بيتحرك ما بيتحركش، لانه بيقول لما انا ببتدي عشان انزل يجي قدامي واحد تاني وينزل فعلا. ويقول ان انا يعني يسوع يسأله في عدد 6: اتريد النهاردة؟ وسؤال عجيب جدا ان انت بتقول ما ربنا عارف الظروف اللي انا ماشي فيها، وعارف الخطية الرابدة عندي، وعارف الخطية اللي مربطاني ومش قادر انفرج منها واتحرر منها، ولكن يسوع النهاردة بيسألك انت اتريد؟ ولكن ما تقولوش ان اعذار، يعني الرجل ده واضح جدا ان هو بيجي ويقول له اعذار. واحنا بنتكلم عايزين نوضح جدا ان احنا بنتكلم في الحلقة دي عن امراض مسببة، عن خطايا مسببة لامراض معينة.
زي كان في حال مريض بتحزدة. وزي ما ذكرنا في يوحنا 9 ان لا ده أخطأ ولا أبواه، المولود أعمى. فدي حالة غير الحالة خالص. دي حالة النهاردة بنتكلم عن ان في خطايا بنعيش بيها وبنتربط بيها وبتبقى خلاص عادي بالنسبة لنا، وبتسبب لنا إعاقات روحية، وبتسبب لنا أمراض روحية، وبتسبب إن أنا ما باخدش شفاية حتى جسدي من إيد الرب نفسه. فهو النهاردة بيقول له أتريد أن تبرأ؟ وقبل مين ما يقول له أتريد أن تبرأ، يقول إن كان هناك جمع مضطجعا، يعني كانوا نايمين. يعني مضطجعا يعني إمتى الإنسان بيضطجع؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا مريضة وأنا متوقعة إن في حاجة هتحصل في أي وقت، فأنا لازم أكون مستعدة. أيوة. وأنا لازم أكون يعني مصدقة، ولازم أكون يعني منتظرة. لكن مضطجعا يعني إيه؟ كلهم مبسوطين، هما نايمين، هما كلهم قاعدين في حالة كده إن منين ما الملاك ده يجي. طيب أنت دلوقتي بقالك 38 سنة ومعرفتش لغاية النهاردة يعني تنزل البركة، أو ما حصلكش شفاء، فأنت ابتديت تاخد على أني ده الطبيعي. قد إيه حواليا ناس تعبانين، وتلاقيه بيكلم أخوه الأعمى، وبيكلم أخوه الأفرش، وبيكلم وكلهم منتظرين، ومنتظرين سنين. بس عارف هو بيقول إيه؟ هيكون حالي أحسن من إخواتي؟ بالظبط. هيكون حالي أنا النهاردة، يعني مثلا لو قلنا كل الناس بتدخن، لازم أنا النهاردة اللي أتحرر من التدخين؟ عايز أقول لك نعم، هو يريد النهاردة. لو أنت قلبك فعلا بيقول لك أتريد، وأنت تقول له يا رب فعلا، وتقول له يا رب إن أنا مش عشان ابن عمي ولا قريبي ولا أصحابي ولا الناس اللي بقعد معاهم، لا، هو بيقول لك النهاردة إن أنا أريد. أتريد؟ هو يريد أن يلمسك النهاردة، يريد إبراءك النهاردة، يريد تحريرك النهاردة. يمكن أنت في علاقة غلط، يمكن انت في علاقة سببت لك امراض جنسية، ممكن انت في علاقة سببت لك، ممكن ان حياتك فشلت، ولكن النهاردة يسوع يريد ان يبرئك، يريد ان يلمسك، يريد تحريرك ايضا، يريد ان ذهنك يتغير فلا يعود كما كان، ولكن يكون ذهن جديد. فما تقعدش تقول له اصل انا بحاول. بالظبط هو قال له كده، أصل أنا بحاول، بس كل ما بحاول حد تاني بيجي ينط قدامي، حد تاني هو اللي بيبرأ. بسمع اختبارات، واحد بيشفى، واحد عنده كانسر اتشفى، واحد كان مدمن اتشفى، واحد كان أي مرض مسبب من الخطية، ولكن النهاردة يسوع يريد لمسة خاصة، لأن باب بركة حزدة إن هو باب الضأن ده، يعني في ناس كده مفسرين يقولوا إن الباب ده باب الرحمة، باب النعمة، فهو قاعد عند الباب بس مش واخد أي إعانة من الله، لأن هو في قرارة نفسه، هو من كتر خطيته ملهوش أي حد. هو حتى قال كده للمسيح، قال له أنا مش قادر أنزل، لأني أنا كل ما هاجي أنزل أنا أولا حد تاني ينزل قدامي. طب ليه حد تاني بينزل قدامك؟ هو ملوش حد، هو من كتر الخطية بتاعته كمان ما عندوش أي أمل إن هو يتشفي، هو ما عندوش اي امل، هو قاعد. والنهارده يعني انا مصدقه بقوه روح الله القدوس ان في مشاهدين كتير يعني انتم متابعينا وانت مش مصدق، انت بعيد تماما، مستبعد، انت حاسس، انت ما تعرفيش انا بعمل ايه، انت ما تعرفش انا كنت فين امبارح، انت ما تعرفش انا بتفرج على ايه على النت، انت ما تعرفش انا جرحت مين، انا سرقت مين. لكن الراجل ده كان في نفس الحالة دي، إيمانه كان صفر. لما تشوف كل حاجة في حياته لا في إيمان ولا في ثقة، هو بيقول كلام، هو بيقول إن أنا في مكان وفي ملاك وقصة جميلة هو بيقولها، لكن المسيح الحاجة الجميلة قوي إن بعد ما الكتاب المقدس يسرد صورة لبركة حزدة، يسيب الصورة دي كلها ويجي يقول وكان هناك إنسان. النهاردة روح الله بيشاور عليك، بيقولك شخصية. العالم مليان أمراض، العالم مليان ناس كلهم يعني في مرض، لكن أنا عايز أقولك إن روح الله القدوس النهاردة بيجي ويحط الضوء عليك أنت، ويقول ولكن كان في إنسان في المكان الفلاني، أنا النهاردة عايز ألمسه. أيوة. لأن وقت ما هو
هو يعني الكتاب بيقول لنا قد ايه المرض ده والمرض ده وقاعدين ومتقجعين وبيحكي، لكن يقول وكان هناك انسان. انا عايزه اقول لك ان في كل كتب الكتاب المقدس الله يسيب الجمع ويلتفت للشخص، حتى في ابنة يايروس يقول له انا هاجي معاك، المرأة نزفت الدم يقف لها، يسوع النهاردة واقف ليك انت، انت مستبعد ده، لكن انت النهاردة او انت مش بتتفرجوا علينا بالصدفة. امين. هل النهاردة تؤمن ان يسوع يريد انت يكلمك انت شخصيا، انت شخصيا، ان النهاردة لما تتواصلي معانا او انت قاعدة من غير لما تكلمي، ولكن لما احنا هنصلي مع بعض بإيمان ان الله يريد إبرائك النهاردة في اسم يسوع. معانا تليفون من اختنا كريستين على الفايبر من مصر، اتفضلي اختي. الو الو. ايوه اتفضلي انت على الهواء. ايوه انا بطلب على امي. ايوه هي محتاجة ان هي تعمل عمليتها وعمليتها صعبة أكلت أكتر من مرة، وأنا مش عارفة حكمة ربنا إيه في الموضوع ده. أمين. ربي يتدخل. اسم مامتك لو سمحتي. اسمها نورة. نورة. أمين. أمين. هنصلي من أجل ماما نورة إن الرب يتمجد معاها. تفضلي. يرفع عنها. في اي طلبة تاني؟ اكتر طلبة بتمناها ربنا يرفع. معلش عيدي تاني. اكتر طلبة بتمناها ربنا يرفع. امين. امين. اتحدي معانا في صلاة، وان احنا زي ما قلنا ان احنا ايماننا يكون فعلا مصدقين في اللي ربنا عايز يعمله، وان احنا نحط ماما امام الرب النهاردة ان الرب يتلامس معاها ويكون فعلا شهادة حية، ويكون شهادة لإيده الحية في حياتنا النهاردة. اشكرك من اجل اتصالك. شكرا لك يا اختي. امين يا فون. فانت بتقولي النهاردة ربنا بيكلمني انا. يعني يا ريت كل واحد يشاور على نفسه يقول يا رب انا عارف النهاردة ان انت بتكلمني انا، انت مش بتكلم اخويا ولا اختي ولا أبويا ولا صديقي ولا أي حد، ولكن أنت النهاردة عايزني أنا، عايزني أنا أتحرر من الخطية اللي أنا عايش بيها ومستمر، زي ما الرجل ده كان بيروح كل يوم يقعد كده قدام البركة ويقول عرج وعصم وكلهم متوقعين تحريك الماء، ولو ربنا عايز والملاك بينزل أحيانا. ده ممكن يكون حالك النهاردة، ممكن يكون حالك النهاردة، ممكن أنت مقارنيش نفسك بحد، ولكن خدي منه هو الشفاء والإبراء النهاردة في اسم يسوع. وبيكلم ناس يا مينا النهاردة بقالهم سنين تعبانين. أيوه. سنين كتيرة جدا، لدرجة ان من طول السنين نسيوا المرض اللي عندهم، يعني اصبح ان ده العادي. لان يقول الكتاب المقدس وكان هناك انسان به مرض منذ 38 سنة، 38 سنة، ويقول هذا رآه يسوع متجعا. ايه رأيك ان النهاردة يسوع عينه عليك؟ يسوع رأيته يا رب من كتر الناس اللي موجودة. ده يعني بركة حزدة مينة بيقول كان في جمهور متجع. صح. جمهور ده احنا ما نعرفش قد ايه، لكن يسيب الجمهور ده كله وعينه تجيب واحد، ويختار واحد صعب قوي. يعني انت بتختار واحد ممكن قوي هو مش عايز يتشفي، هو فعلا والشخص ده مش عايز يتشفي، لان 38 سنة بالمرض ملوش حد اخد عليه، بقى خلاص بقى دي حياته، دي حياته. ده يمكن لما يخف يقول هعمل ايه في حياتي. فعلا يعني بيحصل كده، هروح اشتغل وهدور على شغل. بالظبط. ان في ناس بتقول خلاص انا يعني حالي كده، الدنيا كلها اللي انا فيها، المحيط اللي انا عايش فيه، ولكن ربنا النهاردة عايز يطلعك برة، يحررك من العبودية دي، يحررك فما يكونش الخطية دي فعلا رابضة عندك ومربطاك ومخلياك مش قادر تاخد الشفاء منه هو. ولكن زي ما قلنا ان احنا هنتحد في صلاة مع بعض، وشجعك ان انت وانتي تصلوا معانا، ان احنا نقول له يا رب هنعترف بخطيتنا قدامه،
ونقول له يا رب فعلا تعالى ورش دمك عليها وبرئنا النهارده، وناخد ده ونقول له يا روح الله تعالى وندعوه فعلا، فهو ياتي ويمكث في القلب. ولو انت ابن او انت ابن للرب وانت يدعى اسمك مؤمن او مسيحي يعني كالمسيح، النهارده ما يكونش حالك كالعالم ولكن يكون حالك كالمسيح، اولاد الملك اللي معطين سلطان اولاد الملك. امين. ويقول له امين السؤال اللي انت اتكلمت عليه، اتريد ان تبرأ؟ سؤال يعني يا رب انت بتسأله اتريد ان تبرأ؟ ازاي يا رب انت بتقول له كده؟ يعني ده انت المفروض ان هو الطبيعي ان هو يريد، لكن النهارده روح الله بيسألك سؤال شخصي جدا، اتريد ان تبرأ؟ السؤال ده يعني بيقول لك كده، انت عايز انك انت تبرأ؟ لسه عايز انك انت تبرأ؟ هل انت نسيت ان انا الرب الشافي؟ هل انت النهارده عندك استعداد ان انت تقف قدام الخطيه دي وتقول انا عايزك انت يا صاحب القوه تشغل يمينك؟ أمين. تعمل معجزات، تديني قوه النهارده ان انا اقف ضد طيار العالم اللي كله جاي ناحيه ان انا بعمل الخطيه دي. انت النهارده تريد، المفروض ان الرد الطبيعي كان يقول له اريد، ايوه، لكن هو ما قالش كده. هو زي حاله زي حال ناس كتير جدا، يا رب ما انت عارف، اصل انا قاعد ومستني، اصل انت لو ارادتك هتعمل فعلا. مش مستنيني انا اقولك فعلا. ناس كتيره بتردد الكلام ده، طول ما ربنا عارف حالي. احنا هنكمل بس معانا اتصالات. معانا اخونا سعد من الاردن، اتفضل اخويا. الو، سلام المسيح معاك يا اخي. سلام المسيح معاك، اتفضل اخويا انت على الهوا. والله احنا طالبين من حضرتك، طلب ان انت تذكرنا في صلواتكم، ان السيد المسيح يتحنن علينا ويفتح قلبنا ونعيش معاه حياه توبه حقيقيه. امين امين يا اخويا سعد، اتفضل. انا ومراتي، انا اسمي سعد، وعندي قربة صلاه، يعني عندي خشونه في ركبتي وظهري بيتعبني. ايوه. مع حضرتك انا، وبرضه يعني زي ما تقول الخشونه والركبه زي ما كتب، يعني نفسيتي بعد حال بتجد زي نظام حاله اكتئاب. وعايز طلبه برضه لمراتي اسمها عواطف معده، هي ايوه عندها التهابات بالمعده وارتجاع بالمريء، عندها التهابات بالمعده وارتجاع بالمريء، وطالبين من ربنا ان يسكن يعني في البيت ويخيم على البيت ويجعلنا دائما اسره كويسه ومحبوبه مع بعض وسلام وخير. امين. انا عايز اطلب منك طلب اخويا سعد. اتفضل. انت رب الاسره. عايز تدخل المسيح في البيت كل يوم. كل يوم تعمل وقت تخصصه وتقول يا رب انا هجمع الاسره بتاعتي، الاولاد وزوجتي، ونقعد امامك انت تكلمنا، حتى لو وقت صغير جدا. امين. بس انا حضرتك انا في الاردن وهم في مصر حاليا، يعني حتى لما حتى لو كل فتره الشاشه بمصر، حتى لو كل فتره انت تصلي لهم، ترفعهم في صلاه امام الله. ما احنا برضه ما احنا طالبين طب الصلاه امام الله ان هو يلم شعب مصر والغربه ان شاء الله تنتهي ونقعد في مصر باستمرار. امين. هنصلي لك بكل ايمان اخويا سعد. اشكرك من اجل اتصالك، وان الرب يخش البيت فعلا ويخش القلب النهارده وتصلي معانا. هنعمل فرصه في اخر الحلقه ان احنا فعلا، عايز اقول لك حاجه، لما نقول لربنا ان احنا هنعترف لك يا رب، فعلا عايزك تصرخ له بكل اللي جواك، وثق ان احنا ما بنعترف قدامه ان هو بيجي ويغير فينا. احنا المشكلة ان احنا بنحاول نغير نفسنا وهنفشل كل مرة، ولكن الله هو العامل فينا. اشكرك من اجل اتصالك. معنا اخونا شحادة من ملبورن، اتفضل اخويا انت على الهوا. اخي مساء الخير. مساء النور، اتفضل اخويا. الرب يباركنا اخي مينا. نحن نريد ان نبرئ باسم يسوع المسيح الحي
وبإيمان بصلاتكم. أمين أخويا، تفضل. وتعودنا على فضلكم، بليز تصلوا من أجل ابني ومن أجلنا نحن العائلة كاملة، بليز الغيب لطرد أرواح شريرة. أرواح شريرة، أمين. أخويا أنا عايزة أطلب منك طلب، لأن أنا عارفة أن أنت اتصلت أكتر من مرة. أنا عايزة أطلب منك أنك أنت تتمشى في البيت وتقول كده: أنا بعلن دم يسوع على البيت، بعلن دم يسوع على البيبان، أنا برش دم يسوع على كل مكان في البيت. الأرواح النجسة بتيجي لما أنا أفتح لها باب، فلو انا بتفرج يعني على فيلم مش مناسب، او لو انا يعني اي روح انا بدخلها بتخش البيت لما انا بديها اذن. فانت تقول كده: انا بقفل كل الابواب، انا برش دم يسوع عليا وعلى ابني وعلى زوجتي وعلى البيبان وعلى المطبخ وعلى اوض النوم. انا عايزاك تعمل كده بالفعل، قول: يا رب انا بعلن دمك في البيت دوت، وابتدي صلي، ابتدي رنم، ابتدي شغل تراتيل، ابتدي أؤمر كل روح نجسة إنها ترحل من البيت. قول كده، قول، لأن يعني رب المجد قالها: أنا أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوى العدو. أنا عايزك تقول كده في اسم الرب يسوع: كل روح ضد المسيح تترك هذا البيت. يا رب أنا برش دمك على البيت دوت. أمين. وإحنا مصدقين أخويا في اسم يسوع أن تحرير كامل هيجي للبيت ده. أي باب مفتوح اقفله، أي زعل في البيت، أي خلاف، أي عدم غفران، كل دي أبواب الروح النجسة بيخش منها، اقفلها، اطلق دم يسوع على البيت، وإحنا مصدقين في تحرير كامل في اسم يسوع المسيح. أمين. أشكرك أخويا شحادة. ثق في حاجة، إن إحنا ما بنعلن فعلا كلامنا ده ليه قوة ضد أرواح الشر، وإن لما بنقول نرش دم المسيح هو ده فعلا حاجة روحية مرعبة جدا لعدو الخير، إن هو يرى الدم فيعبر عنا ولا يدركنا أبدا، يعني ما قربش مننا المهلك، زي ما كان حتى في العهد القديم هكذا يكون بدم يسوع المسيح، ان احنا بندشن كل شيء بيبقى مخصص للرب. اشكرك من اجل اتصالك. معنا اختنا سلوى من العراق على الفايبر، اتفضلي اختي. الو الو، ايوه مينا معاك انت على الهواء، اتفضلي. مرحبا دكتور مينا. مرحبا بيكي، اتفضلي. دكتور مينا، أنا قبل فترة مشان طبخهم بالرحم، الحمد لله سويت الإيكو طلع كل شيء ما فيه. نشكر الرب يتمجد أكثر. نشكر الله. وضح لنا أكثر أختي. اتفضلي إحنا معاكي. أكثر عندي أعصاب كل ساعة تبيت أخبارها. وأنا مريضة جدا، يعني أحس رأيك في جسمي، أقعد الصبح تعبانة، رأسي يوجع، توت نفسي، جبت الصبح كلش مريضة وأحس ولكن الرب معاكي، واضح إن هو لمسك. تفضلي أختي، أنا مش قادر أفسر كلامك قوي، بس اللي انا فاهمه ان انت عندك توتر في الاعصاب. اي عندي توتر اعصابي دائما بس في يتعبني، جسمي يرعش دائما. امين. انا عايزك ان انت زي ما الرب لمس ان الاورام اللي في الرحم دي ابرأها تماما وشفاها، ان هو قولي له يا رب كل يوم الصبح قولي له كده: سلامك يا رب، انت اله السلام، انت اللي بتدي سلام يفوق كل عقل، فعلا انت اللي بتدي سلام من عندك، انت ليس كما يعطي العالم، انت اللي بتديني القوة على الظروف اللي في حياتي. وانا عايز اقولك حاجة، محبة الله تطرد الخوف خارجا، والكتاب المقدس بيقول كده، ان هو المحبة بتاعته دي بتملأنا فرح وسلام ايضا. فانا عايز اقول لك حاجة، افرحي فيه واشكريه على الشفاء اللي هو لمسك بيه، وقولي له: يا رب انا عايزك تكمل في حياتي، لان مش بس
الأمراض الجسدية ولكن النفسية أيضا. والنهاردة هنصلي من أجلك بكل إيمان الرب يتمجد في حياتك، وإن أنت تتصلي بينا برضو وتقول لنا أنا بقيت يمكن أحوالي ما اختلفتش كتير، بس أنا بقيت في السلام دلوقتي لأني عارفة إن أنا نظرة إليه مش للظروف اللي أنا عايشة فيها. أشكرك من أجل اتصالك. أمين. إن إحنا بنتكلم عن مريض بركة بيت حزدة، إن زي ما قلنا عايزين نوضح تاني إن إحنا مش بنقول إن كل الأمراض سببها الخطية، ولكن بعض الأمراض سببها الخطية، بعض الأمراض سببها الخطية. وإحنا قلنا زي ما ذكرنا في يوحنا 9 إن المولود أعمى يسوع قال لهم محد لا ده أخطأ ولا أبواه، لكن ليتمجد الله في حياة الإنسان ده. والنهاردة بنتكلم من مريض بركة بيت حزدة إن ده كان إنسان فعلا مع عمي وعرج وعصم، وإن هو كان متوقع تحريك الماء، وإن هو كان في خطية، عشان هنشوف بعد كده إن يسوع المسيح قال له لا تخطئ عشان إيه؟ ما يكونش ليك تاني أشار. وما يكونش ليك أشر وما يكونش ليك أسوأ. النهاردة لو أنت هتاخد إبراء منه وقررت كده، أنا بشجعك إن أنت تصلي معانا، وإحنا نطلع بريك دلوقتي إن إحنا هنصلي مع بعض، وعايزك تصلي بكل أمانة أمام الرب إن أنت تقول يا رب أنا الوقت المخصص ده، إن أنا مش بتفرج كده باي تشانس، لا ده أنت قاصد الوقت اللي أنا قعدت النهاردة وسمعت البرنامج ده عشان يكون ليا إبراء من الخطية اللي مسببالي عدم الشفاء بتاعي. فإحنا النهاردة فعلا عايزين نصلي من أجل إبراءات. أمين. وإنه واضح جدا إن الرجل ده كانت في حياته خطايا متعددة، عشان كده يسوع المسيح وجهه إن ما يقعدش إلى هذه الخطية. أمين 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 أمين. أمين. هنطلع فاصل ونكمل معنا وهنصلي مع بعض ونعود نواصل معاكم. مرة تعبد مرة تسند مرة تسدد وأنا وياك، والمرات الدنيا ما بعد أرجع والقاك ما نسيتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقني أبدا أبدا أحسانك ما فارقنيش من وأنا لسه فرح بالقوم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الام الرحمة شالتني وما سابتنيش وما بلاقي النفس انهارت تحت رحاية شك وضيق والنوم هارب مني بطالب وجعك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه افرح الرحمة سالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش من وأنا لسه فرح للأم الرحمة سالتني وما سابتنيش وما تحارب وأنا في القارب في الموجة وبالريح
سالك نفرق حنانك سيري سبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيري سبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالقول الرحمه سالتني وما سابتني ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالقول الرحمه سالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالقول الرحمة سالتني وما سابتني اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعين معاكم من برنامجكم اشفيني. النهارده بنتكلم عن ان ازاي بعض الخطايا ان ممكن تكون في خطيه رابضه في حياتي هي اللي مسببه لي اعاقه لشفائي واعاقه ان انا استقبل الشفاء بتاعي، زي ما احنا بنتكلم من انجيل يوحنا الاصحاح الخامس ومريض بركه بيتحزدا، ان ازاي هو قال له يسوع المسيح بيقول له اتريد ان تبرأ ولكن قعد يديله كل الاعذار اللي انا وانت النهارده كتير دايما بنقول لربنا عذر من الاعذار دي، ونقول يعني اهو المكان اللي انا اتولدت فيه او البيئه المحيطه بيا او صحابي شكلهم كده او الاسره اللي انا اتولدت فيها ده طبيعي او ما فيش حد بيبرأ من المرض دوت. أيوة. او الطبيعي ان انا اموت بالمرض دوت او يعني مليون الف سبب ليه انا مش ببرأ، مع اني انا واقف امام حب زي الترنيمه بتاعت الاخ زياد ما بتقول انا واقف قدام حب ما بينتهيش. فعلا. يعني انت المسيح واقف قدامك ساب الجمهور ساب الجمع وجاي قدامك يقول لك انا النهارده عايز اشفيك. ويمكن النهارده كتير بيقول معقوله اللي انتوا بتقولوه ده بجد؟ المسيح واقف قدامي انا؟ أيوة. سايب مشاكل العالم ومشاكل الشرق الاوسط وكل اللي بيحصل ده ومشغول بيك؟ صدقني. أيوة. مشغول بيك، مشغول بأقل حاجة لأنه دفع ثمنها. أيوة، ودفع ثمنك أنت شخصيا. وكان هناك إنسان زي ما اتكلمنا أن الإنسان ده هو أنا وإنت، وما تستغلاش عن ربنا أبدا أو أنت تقول يعني معقولة ربنا فاكرني أنا شخصيا. أيوة، هو يريد إبراءك النهاردة بقوة الروح القدس. هنكمل يا أبون، بس معنا اتصال من أختنا هناء من سيدني. ألو ألو اختي هناء، انت على الهواء، اتفضلي. يا ريت تكلمينا من التليفون وتوطي التلفزيون، ابعدي عن التلفزيون، اتفضلي. الو مرحبا. مرحبا بيكي اختي، اتفضلي انت على الهواء. انا هناء من استراد من سيدني. اهلا بيكي.
أنا طالبة صلاة من أجل زوجي، عنده اليورك أسد بيطلع عنده دائما. أيوة. بيصير عنده ورم بيقمه. أيوة. اسم زوج حضرتك؟ وكمان نعم. اسم زوج حضرتك؟ مرقص مرقص. أمين. أيوة تفضل. وأنا كمان طالبة. نعم كمان أنا طلبت صلاة من أجلي، أنا عندي أوجاع في ركبي. أيوة. صلاة من أجل بيتي كلهم. أمين أختي، نتحد معك في الصلاة والرب يتمجد، وهو اللي يلمس وهو اللي يشفي. عايزك النهاردة وإحنا بنصلي أن أنت تتحدي معنا في صلاة بإيمان أن الرب الشافي يريد أن يشفيك النهاردة ويلمسك لمسة شافية. أشكرك من أجل اتصالك. شكرا لكم والله يبارك خدمتكم. شكرا ليكي. معنا أختنا إيمان من مصر على الفايبر. تفضلي أختي إيمان، مينا معاكي؟ ألو؟ لو سمحتي أختي إيمان تكلمينا من التليفون، ابعدي عن التلفزيون، وطي صوت التلفزيون. ألو؟ حاولي تتصلي بينا تاني أختي إيمان. طيب إيفون، عايزين نكمل عشان وقت الحلقة النهاردة. أمين. فإزاي إحنا عرفنا إن الإنسان ده كان المرض ده من خطية هو كان عايش فيها؟ ازاي قدرنا نستنتج ده، وازاي عرفنا من موقف الراجل ده؟ لما جيت شفى، لما جه المسيح شفاه مجانا بدون اي شروط، بدون ما يطلب منه اي حاجه. جه بعد كده بيقول قبله في الهيكل. أيوة. فقال له كده، هو قال له ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. وكلمه لا تخطئ ايضا يعني ما تخطيش تاني. يعني معنى كده ان احنا مش بنتكلم زي ما انت قلت مينا عن الخطيه اللي انا غصب عني يعني عملت نميمه. أيوة. او ورغم ان احنا ضد ده، لكن لان دي بتسبب امراض نفسيه طبعا. يعني انا لما اتكلم على حد وبعدين ابتدي اكرهه، او ان انا ابتدي ما اغفرلوش، ده ما اتكلمنا في حلقات قبل كده، فده بيسبب لي انا امراض نفسيه فعلا. ان انا بيبقى في قلبي مرار من تجاه شخص معين فعلا. وده بيعيق شفائي ايضا زي ما اتكلمنا قبل كده، ان عدم الغفران، الادانه، اللعنة، أو أي شيء من الحاجات دي بتسبب أمراض نفسية. ولكن النهاردة احنا بنتكلم على خطية بتسبب أمراض جسدية أيضا فعلا. والحاجة مينا العظيمة جدا إن لما المسيح قال له أتريد أن تبرأ، واداله عذر تاني، برضو ما قالوش أريد. ما قالوش يعني الأبرص اللي كان مملوء برص، لما المسيح قال له أتريد أن تبرأ، قال له أريد يا سيد، قال له ابرأ اطهر. لكن إحنا النهاردة بنبص على حالة ما فيش منها أي رجاء، ما فيش منها أي أمل، وبرضه ما قالوش أريد، ما قالوش، هو ما قالوش أي حاجة. بس المسيح علشان طبيعته شفاء، لأن هو قال إن أنا جيت علشان أعمل أعمال أبي، فراح برضه قال له بس انا عايزه ابرئك. أيوة. يعني مش ان هي غصب عنك، بس ما فيش حد بيقابلني مقابله حقيقيه الا لما بياخد شفاء وتحرير وخلاص. أمين. التلاته مرتبطين ببعض. فقال له قوم اللي انت فيه، قوم. وكمان انت ما كنتش قادر، انت كنت عايز حد يحملك، ايه رايك ان انا اخليك تحمل سريرك؟ ما حدش هيحملك، ده انت اللي هتحمل بنفسك. وكمان انت ما كنتش قادر تقف، انت النهاردة مش بس هتقف، انت كمان هتمشي. أيوة. فقد ايه هو كمان ما طلبش منه اي مؤهل، ما جاش قال له اعمل ولا ما تعملش، بس رجع بعد كده قال له انا هطلب منك طلب واحد بس، رغم ان انت ما كانش عندك اي امل ان انت هتبرأ، رغم ان انت كنت قاعد وقايم ونايم مع الجمهور اللي انت كنت وسطه، رغم ان انت ما طلبتش مني وقلت لي يا رب شفيني. انا مصدقه مينا ان في ناس هتتشفي من غير ما تقول يا رب شفيني، هي من جواها حاسه ان هي عايزه تتشفي. روح الله النهارده هيتلامس معاك، لان الله ينظر الى القلب وشايف ان يمكن انت مش قادر تنطق الكلام ده لانك حاسس بعدم استحقاق، لكن روح الله يقول لك انا يا ابني عارف انت عايز ايه. فرغم كل ده طلب منه حاجه واحده بس، لا
تخطئ، ما ترجعش تاني لحياتك اللي انت كنت، والا هي دي بقى، ودي بقى المرعبه، والا يكون ليك اشر. ولذلك الخطيه عائقه للشفه، لاني لو انا اتشفيت يبقى انا ممكن، ومارست الخطيه مره تاني يبقى انا ممكن أب امرض اكتر من الاول. امين امين. عايزين نكمل في الكلام ده لانه مهم جدا يا بون. بس معانا اختنا مريم من الكويت. الو، من السويد، سوري. لاني الله ينظر الى القلب. يا ريت تكلمينا من التليفون وتبعدي عن التلفزيون. تفضلي اختي مريم، انت على الهواء. ابني عارف انت عايز. امين. طيب بس هو قال له قم احمل سريرك وامشي. يعني النهارده يمكن ربنا بيقول لك قم، يعني النهارده يمكن انت قاعد مسترخي في الخطيه بتاعتك او في المرض بتاعك، وبتقول ان انا حالي زي حال ملايين من الناس اذا ما كانش اكتر من كده. ولكن النهارده يسوع بيقول لك قوم، انا مش هيبقى عندك عذر ان بتقول وانا ذاهب اخد ابرائي بينزل قدامي اخر، ان انا بتباطأ في استقبال الشفاء بتاعي. معانا اتصال تاني. الو، معانا اختنا ايمان من مصر. الو. ايوه اختي، انت على الهوا، اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. سلام المسيح معاكم. سلام المسيح معاكي، اتفضلي. انا عايزه اتكلم عشان اشهد للسيد المسيح والفضل عليا، وبشكركم جدا جدا لطلبكم، لاني انا طلبت الاسبوع اللي قبله انكم تصلوا لابني عشان اللي هو ومراته كانوا يعني هينتصروا كده. واشكر ربنا جدا، الحمد لله هم صالحوا. بس عايزاكم يعني تصلوا لهم تاني عشان يثبت البيت ويثبتهم ويحببهم في بعض. امين. هو المسيح لما يخش البيت، اتفضلي، والمسيح يخش البيت او يدخل في وسطهم، ارجوك وصلوا لهم باستمرار. امين. نشكر الرب من اجل استجابته للصلاه. قوي قوي قوي، بشكره جدا جدا جدا. امين. انا ليا طلب صلاه كمان. اتفضلي. انا مرات ابني الثاني هتدخل النهارده تعمل عمليه، هي عملت عمليه في الكهرباء والغضروف، بس الدكتور ساب لها في العمليه، فهتدخل النهارده ثاني عشان تاخدها للغضروف. أرجوك صلوا لها صلاح حضرتك. عملية من أجل؟ هي عملت الغضروف قبل كده. غضروف؟ اسمها؟ وبعدين الدكتور قفل على فوطة في الكهرباء. أيوة، اسمها؟ اسمها هبة. هبة، أمين. صلي من أجل. أرجوك، وأنا ليا اتصال مع ناس تانية عشان رجلي يعني صحتي. أمين. أشكرك أشكرك جدا. أمين. الرب يعظم الصنيع معاكم أكتر، ونبقى شهادة من أجله فعلا، وهو الرب الحال في بيتهم، هو الاتنين بيصيروا واحد فعلا في المسيح يسوع، فهم مش اتنين ولكن واحد. وياريت كده ان هم يثبتوا في الكلام والاختبار اللي انت قلتيه ده، ان هو فعلا لما يتصلحوا يبقى الصلح ده منه هو، وهو اللي بيجي بصلح وبيجي بسلام، ويكون بيتهم ده شهادة حية فعلا لمجد المسيح. أمين أمين يا رب. أشكرك أختي إيمان، هنصلي بكل إيمان إن إلهنا يستجيب. شكرا جدا. شكرا ليكي. أمين يا بون. عشان وقت الحلقة عايزين نبتدي نصلي لكل إخواتنا، فعشان نقدر نعمل كده موجز للحلقة دي، ان احنا بنتكلم ان بعض الخطايا اللي احنا ممكن نكون بنمارسها او عايشين بيها بتسبب ليا امراض وبتعيق الشفاء. فاحنا مش بنقول ان كل الامراض، ولكن احنا زي ما ذكرنا من يوحنا 5 مريض بركة بيت حزدة، ان ده يسوع قال له كده، لقى في الهيكل، دخل اللي كان قاعد عند باب من بوابات الهيكل، دخل الهيكل وتقابل مع إله، الإله اللي هو كان في الهيكل. فلما تقابل معاه عرف إن هو كان لازم يخش
فالنهارده دي فرصتك. يمكن هو بيقول لك قم الان، احمل سريرك اللي انت، السرير اللي انت مرتاح عليه ده، سرير المرض، سرير ايه يعني، اللامبالاه، الشك، يمكن الخوف، ويقول لك وامشي، امشي النهارده، سيب اللي مضى وسيب الخطيه دي، وتعهد امام الرب النهارده وقول له مش راجع تاني، بس انت اللي تيجي وتعمل فيا عشان اكون اناء ممتلئ بروح المجد، روح المسيح النهارده يعمل فيك وفيك. هتخسر ايه؟ صلي معانا دلوقتي بكل ايمان ان احنا ندي فرصه لرجوع وتوبه وتسليم الحياه، وفعلا بناء للنفس والروح والجسد ايضا. تعالى يا ابونا صلي بكل ايمان، عندنا طلبات كتيره عشان الرب يتمجد معاهم. امين. امين يا سيد الرب الان. يا رب انا بشكرك، شكرا، بنباركك يا رب من اجل الفرصه، شكرا انها رب احنا بنتحد عشان نصلي من اجل ولادك حبايب قلبك يا سيد، اللي انت بتسيب الجمع وبتسيب الجمهور يا سيد الرب، وبتيجي للواحد، بتقف للواحد وتقول له انا جاي عايزك انت. أيوة. انت مشغوليتي. شكرا ليك على هو كلمتك. عايزك انت الان. امين. خد خطوه الان. اللي بتقول فان تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم. أيوة. وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية. أيوة. فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أنا بباركك يا سيد الرب لأنك بتفتح النهاردة الباب والفرصة لكل واحد إن يجي ويقول ليك يا سيد أنا بعترف بخطيتي. أيوة. انت يا سيد اللي قول له دلوقتي، اصرخ له دلوقتي، يا رب يسوع ان اعترفتم بخطاياكم انت امين، فهو امين وعادل ان يغفر لكم خطاياكم. أيوة. ويطهركم من كل اسم. بباركك يا سيد الرب لاني شايفاك يا سيد بالايمان ماسك ايدين ناس كتير بتساعدهم انت على التوبه، انت اللي بتقتادنا الى التوبه. تعالى النهارده اعترف لي يا روح الله، تعالى قول له يا رب انا عملت، خش قلبي يا روح الله، وعملت يا سيد الرب، يا رب انا في علاقه ما تمجدش اسمك. أيوة. تعالى حط دلوقتي لا كل خطيه قدامه، قول له انا بتوب عنها، انا برجع عنها النهارده. أيوة. اديني يا سيدي ما تسومش ابليس خد الان خطوه اني انا ما ارجعش ليها تاني ابدا، لكن احط ايدي في ايدك واستقبل منك شفاء. شكرا ليك لانك انت يا سيدي تستطيع. رب بحط قدامك النهارده كل طلبات الصلاه اللي جات لنا يا سيد الرب، بحط يا رب امامك ناديه بتقول صلاه من اجل الاسره، بصرخ اليك الكلام اللي قاله لك يشوع، اما انا وبيتي فنعبد الرب. بطلق الكلام دوت عليها وعلى بيتها اليوم يا سيدي الرب. بهيج يا رب بيقول حكمه وارشاد روحي في اختيار الزوجه. بشكرك لان روحك القدوس بيرشد لكل صلاح، بيخبر بامور اتيه. بصلي يا اخويا انك تطلب بكل دموع اختبار امتلاء الروح القدس. قل له تعالى يا سيدي الرب وفيض فيا وتكلم لوداني، تسمع صوته علشان اسمع ليك واطيعك. شكرا ليك يا سيدي. بطلب من اجل رب ريهام، بتطلب صلاه من اجل شريك حياتها. بشكرك لانك ليك سلطان على المسافه وعلى الزمن وعلى الحاله. بشكرك لاني انت بتبرق وانت بتجيب كلمتك فتشفي. تعالى النهارده يا سيد الرب واملأ البيت دوت منك انت ومن حضورك. كارما يا سيد بتقول عندها 7 سنين ونص وعندها ريت سيندروم. يا رب النهارده في اسم يسوع براء كامل. مد يا سيد الرب، الآن انا بشكرك لانك الليله هتبرئ خدي شفائك منه، غير هو المعتاده. أيوة. المولود اعلى قال اني عمري ما سمعت عن واحد بيشفي عين مولود أعلى شيئا جديدا، لكن الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لديك.
الحاجة اللي احنا بنعجز عنها واللي الطب بيقف قدامها واللي البحث لسه ما اكتشفهاش. انت اله امين ليك كل القدرة وليك كل السلطان، ضع يدك عليها اليوم يا سيد الرب في اسم يسوع، وابرئ يا سيدي هذه الطفلة. بنت الرب يا سيد بتطلب صلاة، بتقول يا ربي كوابيس في وسط الليل، انا بشكرك لانك انت اللي مؤتي الاغاني وسط الليالي، بشكرك لانك بطلب منك تضع يدك عليها الان، بنجهر كل روح ضد المسيح، بنرش دمك انت عليها في اسم يسوع، انها يا ربي تنام وتنام نوم عميق مليان سلام. انا بباركك يا سيدي الرب، بصلي اختي انك انت تطلبي يسوع الليله دي من كل قلبك، لان بيقول يعطي احبائه نوما. قولي له انا عايز اكون من احبائك، انا عايز اكون انك انت تملا قلبي، وهتلاقي ان سلام الله الذي يفوق كل عقل ملاكي. بتصلي يا سيدي من لجوزها، بتقول مشكله في المعده والامعاء ومشاكل في البيت، يا سيد الرب بحط كل البيت ده امامك، بحط يا رب يسوع جوزها بين امامك اليوم في اسم يسوع، بنحط ايدنا بالايمان عليك اخويا اليوم في اسم يسوع. هللويا. بنتكلم الكلام اللي قاله بطرس، يا انياس يسوع المسيح يشفيك، بنطلب يا سيد الرب من اجله ونقول يشفيك يسوع المسيح بقوه الروح القدس. يستقبل يا سيد الرب شفاء نور يا رب، بتقول عمليه في الغضروف بحطها امامك الان في اسم يسوع، بنتكلم للغضروف ده الان. أيوة. وبنقول له ابرأ في اسم يسوع المسيح بقوه الروح القدس، بقوه اسم يسوع الجالس عن يمين الاب، اللي جالس فوق كل قوه وكل سلطان وكل رياسة، اللي كل ركبة بتسجد ليه الآن. يا سيدي سعد بيقول بيصلي من أجل توبة وخشونة في الركبة في اسم يسوع، قل له أنا بجيلك، أنا عايزك، أنا برجع عن طرقي، أنا يا سيد الرب بتضع أمامك الآن. شكرا ليك يا سيد الرب، بصلي من أجل خشونة في الركبة، حط ايدك على ركبتك اخويا الان في اسم يسوع، ابتدي حرك الركبه، يسوع بيشفيها الان، ابتدي حرك ركبتك وقول له اشكرك لانك لمستني. شكرا ليك يا سيد الرب على عواطف بتقول التهابات في المعده ومشاكل يا سيد الرب في المريء، بباركك اليوم بقول لك في اسم يسوع مد ايدك على المعده، مد ايدك اختي في اسم يسوع، ايدك انت هتبتدي تسخن، انت استقبلي منه شفاء الان. شكرا ليك لان المجد كله ليك انت، لانك انت الرب الشافي، انت جهوفا رافا، محدش بيشفى الا انت. شكرا ليك لانك انت ما زلت في العالم وانك انت نور العالم. شهادة يا رب في اسم يسوع من اجل بول، بنؤمر كل روح نجسة ترحل من هذا البيت، بنرش دم يسوع على بول الان. سلوى يا سيدي بتطلب من اجل سلام، شفاء من اورام في الرحم، انت شفتها من اورام في الرحم. شكرا ليك، شكرا ليك من اجلها، شكرا من اجل شانتيل، شكرا لان احنا مش بنلاكم الهوى، لكن شكرا لان لينا اله عظيم، لينا اله متعالي، ليه اله كل القدره وكل السلطان لاسمه. سلام في البيت، قولي له ملاني من سلامك انت، انت يا سيدي اللي قلت ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، لكن قلت سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. يا ربي بصلي اني اختي الان تستقبل السلام اللي هو فوق كل عقل، عادل يا رب بيقول سلطان في البنكرياس، يا سيد الرب ابراء كامل، بنكرياس جديد يا رب، بنقف ضد المرض دوت في اسم يسوع المسيح، خلايا جديدة يا سيدي تتخلق فيه الآن، أنت اللي برأت المولود أعمى، أنت اللي خلقت ليه عيون، أنت الخالق، أنت الشافي، أنت ربي تخلق بنكرياس جديد لابنك. جيهان يا سيد بتصلي من أجل الانفصال، أنا بشكرك لأنك أنت ستعيد العمل،
لاني زي ما عملت مع ولاد اختي ايمان رجعوا لبعض. انت يا رب النهارده تعالى علمهم الاتضاع، علمهم الغفران، تعالى افتقدهم يا سيد الرب. زي ما سبت الجمهور وجيت لمريض بيت حاسدة، زور البيت ده النهارده في اسم الرب يسوع. شكرا ليك لانك انت بتربط وبتجمع وبتدي وحده. يا رب جولييت بتصلي لابنها ستيفن وزوجها اسحاق من الاثرايتس، بحط الاسره دي امامك الان. شكرا ليك لانك انت بتتلامس بقوه غير عاديه. كاترينا واميري يا رب بيقول بركه وشغل. شكرا ليك لانك اله البركه، شكرا ليك لانك البركه جايه من عندك. بارك يا سيد هذا البيت. مرقس يا سيد بيقول من اليوريك اسيد، بنصلي الان يا سيد الرب. شكرا ليك لان كل رب الامراض الصعبه شايفه اخويا ان انت بتستقبل شفاء. شايفه يا سيدي ان كتير بيطلبوا النهارده نفس المرض وبيستقبلوا شفاء. مد ايدك انت يا سيد الرب. اختي هناء اشفيها، اشفي ظهرها، تلامس معاها بطريقه خارقه للطبيعه. شكرا ليك علشان استجبت الصلاه لاختي ايمان يا سيد. بحط هبه قدامك عمليه من اجل غضروف، بصلي انك زي ما تمجدت مع اختي شانتال تتمجد مع هبه يا سيد الرب وتظهر مجدك. شكرا ليك لانك بتظهر اليوم في اسم يسوع ان لا هبه اخطا ولا ابواه اخطاوا، لكن ليظهر مجد الله. اظهر مجدك وسطنا في اسم يسوع. ايمان يا رب بتقول لزوجها بصلي له، بحط الاسره دي كلها امامك. شكرا ليك لان مجدك هيعلى وسطنا. عليهم يورا، علينا يورا، على شعبك يورا، على كنيستك يورا. انت قلت انتم نور العالم. بصلي لامتلاء الروح القدس يا سيد الرب، بصلي لانسكاب جوع يا ربي وسط شعبك. ببارك على كل اللي انت بتعمله على الارض اليابسه، لان احنا واثقين اليوم ان كل الذي تقدم الى الشفاء بامانه انت لمسته. امين 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 امين. شكرا يا ابونا من اجل صلاتك. اشكركم اعزائي المشاهدين ان النهارده يكون في خطوه جديده، ان النهارده انت ممكن تكون صليت او ممكن تقول ان انا خلاص هاخد عهد امام الرب النهارده ان انا مش هيكون حالي زي مريض بيت حزدة اللي هو قاعد 38 سنه بيبص جنبه كل اللي جنبه نفس حاله ويمكن اردق، ولكن النهارده أخذنا خطوة جديدة. ثق النهاردة لو اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل فعلا إن هو بيسامحنا ويغفر كل أثمنا ويعطينا فرصة جديدة. إن هو عارفين يوحنا الرسول كتب كده لأولاده في آخر أيامه، قال كده يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإيه اللي يحصل؟ وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. هل النهاردة أنت تؤمن بكده؟ قول له يا روح الله سير معي، لأن هو الباراكليت الذي يأتي معك رحلة الحياة فيكون لك نصرة على الخطية، فيكون لك شفاء نفسي وروحي وجسدي. عايزين نوهن الاجتماع الجاي هيبقى يوم 23، هو هيظهر على الشاشة دلوقتي. الاجتماع باللغة الإنجليزية هيكون الساعة 5 بعد الظهر يوم السبت في جامعة غرب سيدني UWS، والاجتماع باللغة العربية هيكون الساعة 7:30. نشكركم لحسن متابعتكم معانا. الرب معكم. لمسة حياة.